هكذا تبدأ يومها وهي تحمل الحطب إلى مكان عملها في مشروع بيع الدجاج بالتنور الطينة. تقول أم صباح: بدأت بكمية لا تتجاوز 4 دجاجات وتنور واحدة، ثم توسع المشروع إلى مجموعة من التنانير بعد زيادة الطلب على شراء الدجاج المشوي بطريقة قديمة، إلا وهي من خلال التنور الذي يصنع من الطينة. تعب الله تعب موت، إيه من الصبح إلى 8 بالليل أنا على التنانير. إي والله من 10 إلى 8 إلى 9 بالليل. يجين من الخالدية، يجون من الجزيرة، يجون من بغداد، ياخذون الأربيل. إي بالله عند معاملان. والله يا وليدي شكون ناخذ من عندي؟ يقول طيب وما أدري عين اللي حمد نفسه حيشاك كذاب. والله اي والله التنور واحد اول ما بديت رحت عليه كان بسون المصري بالسوق، رحت جبت لي منه 5 دجاجات انباعت، كانوا جهال صغار وظروفنا شويه مساعيد، ورديت ثاني نهار جبت 10 وانباعن، ورديت ثالث نهار جبت 20 وانباعن، وظليت من ذاك التاريخ الى هذا التاريخ اشتغل. اي والله ولدي يقولوا لي امي ارتاحي اقعدي، قلت لهم لا والله ما زول الله يرزقني على الدجاجات ولا اظل اشوي اما اموت. الظروف المعيشية الصعبة أجبرت السيدة أم صباح على العمل ومنافسة أكبر المطاعم في الأنبار من خلال طريقة شواء الدجاج الذي يحضر بطريقة خاصة. مختلفة طبعا مختلفة، أنا أحط شوية تمر وهدي وعلى تنور الطين وخلي الدجاجة بالساعتين بالتنور حتى العظم مالها ينقرض، لا دماية لا وسخاية لا ماكو هيك وردة. أي والله الدجاج اللي تشتغله ام صباح تشتغله من نفسه وبنكهه طيبه يختلف عن المطاعم. انت دا تشوفه بعينك هسه الدجاج مالها بالتنور الطين ونبات، يصير الشو مالها بتمر ينطي حمار للدجاج، النكهه يختلف عن الشواية اللي بالمطاعم. واحنا نتعنى عليها ام صباح من القادسيه الثانيه، انا بالنسبه لي اتعنى عليها من القادسيه الثانيه، اجي عليها ونفسيتها طيبه المره وشغلها حلو، واهم شيء عندها اللي موجود اللي عنده من صباح النظافه. دجاج بيت مال يسمونه دجاج عرب، شو عرب هي مو مال مطاعم، شو عرب ومن صباح. هي انا اريد لو اسق على 50 متر بس اعط بيها تنانير حاطه في هاي القطعه مولي، خلف الله على زلمه الخير انطاني اياها شو بيها، بس خاف او تنباع او تنبني. اي والله إقبال الناس على شراء الدجاج من السيدة أم صباح يأتي لنكهته الخاصة الذي لا تتوفر عند الكثير من المطاعم التي تستخدم الأفران الحديثة لشواء الدجاج. عمر محسن، قناة دجلة الفضائية، محافظة الأنبار.